بشكل بسيط جدا، الكنترولر هو الذي يتحكم في الأمور، فيريد أن يقدم هدية للفيو، فيذهب إلى الداتا، يستخرج الفلوس يعني الداتا في شكل موديل، ثم يذهب إلى الفيو ويقول له أعرض هذه الداتا. إذن كما تلاحظون الكنترولر هو الذي يذهب إلى يطلب من الموديل إحضار الداتا، وهو من يذهب إلى الفيو ويقول له خذ الداتا. مثال بسيط يعني، ممكن يعني أشبه لكم فقط يعني، أتمنى أن يكون المثال يعني واضح لتفهمون الـ MVC. يعني كنترولر هذا من رأسي يعني، ولا يوجد يعني مصدر. كنترولر يذهب إلى الداتا، قاعدة البيانات، يملأ الموديل بالداتا مثل هذا الفلوس، ثم يقدمها إلى هدية إلى الفيو. المثال الثاني، الفيو هو الذي يتحكم، وهو الفيو MVVM، وهو الفيو هو الذي يريد أن يتحكم في الأمور، لذلك يقوم بنفسه يذهب إلى الفيو موديل يقول له أريد داتا. الفيو موديل يذهب إلى الموديل، إذن هذا الفيو ينتظر، ما زال ينتظر طلب من الفيو إحضار الداتا. أوكي، الفيو موديل سيأتي بالداتا، يملأ الداتا من قاعدة البيانات، يذهب إلى الفلوس، يأتي بها، يملأ هذا الموديل، يقوم بحساب العدد إلى آخره، يملأ هذا الموديل بالداتا، ثم يرجع إلى الفيو. الفيو ليس هو من يقدم الداتا إلى الفيو موديل، لأن هناك ما يسمى بالبايندينج. أوتوماتيكيا عندما ترجع الداتا إلى الفيو، إلى الفيو موديل، مباشرة هذا يستخرج الفلوس الموجودة هنا في الفيو موديل، لأن هناك بايندينج. هذه اليد هي بايندينج، كما تلاحظون الفيو مباشرة هو من طلب الداتا وهو من سيستخرج الداتا، لا يعني الفيو فقط ليأتي بالداتا ويبقى ينتظر. إذن الفيو يطلب، الفيو يذهب ويبقى ينتظر حتى يتحصل على الداتا هنا، ثم يأتي بها مباشرة. عندما تتغير الفيو موديل يتغير الفيو، أي هناك بايندينج، أو يتغير الفيو سيتغير الموديل، الفيو موديل، هذا بما يعرف بالبايندينج. أوكي، هذا ثلاث مشاريع، مشروع رازور بيج ورازور ABC وأيضا ويب فورم. إذن كما تلاحظون هنا تعقيدات الـ MVC، كنترولر، وهنا ملف واحد، يعني عندما يكون تطبيق ويب هناك أكيد أكثر من 20 صفحة، 20 كنترولر، هنا أيضا صفحات تكون كثيرة. ف كما تلاحظون كنترولر، وكل كنترولر عنده فيو، وهناك فصل ما بين الكنترولر هنا والفيو والموديل. إذن هنا هذا يعتبر REST API، مثل REST API نستطيع فصله في مكان نسميه REST API، ونترك فقط هنا الجافا سكريبت والـ HTML والـ CSS، ويصبح تطبيق فرونت اند باك اند REST API مع جافا سكريبت. لكن عندما نترك الرازور ولا نريد استعمال جافا سكريبت أو نستعمل قليلا، بطبيعة الحال الجافا سكريبت مفروغ منها، نحتاجه كثيرا في هذه التطبيقات. اوكي، هنا نستعمل الرازور فيور، لكن كما تلاحظون لا يوجد CS، لا يوجد سي شارب، يوجد فقط HTML زائد رازور، يعني السي شارب موجود في بداخل سنتاكس، الموجود بداخل HTML، وهو عبارة عن سي شارب بداخل HTML. هذا هو الرازور أو HTML هيلبر أيضا، هو إنشاء مكونات أوتوماتيكيا بواسطة السي شارب لإنشاء مكونات HTML. أوكي، هذا الـ MVC كما تلاحظون شكله، وهنا تسهيل يعني، ويشبه كما تلاحظون الويب فورم. عندي صفحة HTML أندكس سي HTML، كما تلاحظون عندي مثلث، عند الضغط عليه أتحصل على CS أندكس CS. مثل هنا عندي صفحة ديفولت SPX، عند الضغط على هذا المثلث نجد ديفولت CS. إذا عندي سي شارب كوتي بيهايند والصفحة اللي هي SP، وعندي هنا كوتي HTML والصفحة اللي هي CS. هنا بعض الاختلافات، إذا سنذكر البعض كود. إذا نبدأ هنا في الرازور بيج، فصل بين العرض يعني البيانات، عفوا نسيت كتابة البيانات، هو VM والعرض، عفوا ليس VM بل هو يعني فصل ما بين VM والعرض فقط. هناك فصل ما بين VM والعرض، العرض اللي هو الذي يطلب من VM أن يأتي بالداتا. أوكي، فصل ما بين الكنترولر والعرض،
اوكي، اذا عندي السورس هنا سياس هو في الفي ام، العرض هو سي اتش ام ال ورازور. هنا ايضا عندي كنترولر هو سياس، والعرض هو اتش ام ال ورازور. اذا الكود المعالجه والعرض غير منفصلين، عندي صفحه واحده اسمها اس بي اكس وعندها سياس مرتبطين ببعضهم متلاصقين. يتم التوجه بين الصفحات عن طريق الصفحه نفسها، يعني عندما نطلب هنا روتينج، عندما نطلب صفحه ما نعمل سلاش ديفولت اس بي اكس، لابد كتابه اس بي اكس لاحقا. عندما نريد مثلا يوزر بوان اس بي اكس نكتب يوزر بوان اس بي اكس، هكذا نتحصل على صفحه يوزر ليست مثلا اس بي اكس. اما هنا في الرازور او الرازور بيج او الام في سي، فهنا في الرازور ام في سي نسمي الكنترولر، اذا هناك الكنترولر سلاش اكشن، يعني نكتب اسم الكنترولر ثم سلاش الاكسيون، يعني هكذا نستطيع الوصول الى الاكشن التي تعطيني صفحة معينة للفيو معين، يعني ليس صفحة بل فيو معين. اذا استعمال مفهوم التوج بين الصفحات هو الروتينج عن طريق مثلا اسم الصفحة، لكن ننزع اللاحقة اللي هي سي ار شي ام ال فقط اندكس. هنا لابد من كتابة ديفولت اس بي اكس، هنا نكتب اندكس. اذا اس بي اكس الخاص بالسنتاكس هو هنا مكونات، يعني في الويب فورم نكتب مكونات الاس بي دوت نت، يعني مثلا عندي تكست بوكس نكتب اس بي اكس تكست بوكس. اوكي، هنا رازور سنتاكس نكتب الرازور سنتاكس للحصول على، يعني يدعم رازور سنتاكس، وايضا هنا يدعم رازور سنتاكس. من بعض اسباب ثقل الصفحات هو استعمال فيو ستيت لتخزين وتمرير البيانات، اذا سنستعمل لتخزين وتمرير البيانات بين الصفحات هو الفيو ستيت. هنا نستعمل عده امور منها الفيو داتا والفيو باج والتمب داتا، نفس الشيء يعني رازور، هنا رازور وتكلمت على هذا في دور رازور ام في سي، سنرجع إليها إن شاء الله في الدروس القادمة. استعمال فقط مكونات الـ ASP.NET من جهة السيرفر، هنا نستعمل HTML Helper، أيضا هنا نستعمل HTML Helper لفصل المكونات، يعني إنشاء User Control نستعمل User Control في الـ ASP.NET. أما هنا فعندي Partial View، أيضا هنا كل صفحة عرض مرتبطة بكود خاص بها، هذه تكلمنا عنها. نفس الصفحة على يمكن ربط فيو بواسطة عدة عدد من الكنترولات، نفس الصفحات على نربطها عدة نفس الصفحات على هنا خطأ في الكتابة، يعني مجموعة من الصفحات نربطها مع كنترولر واحد. أوكي، وهنا يعني كل صفحة مرتبطة مع الكود الخاص بها، لا نستطيع الربط مع عدة صفحات مع كود بيهايند لصفحة أخرى. في الرازور بيج حاليا لا اعرف الاجابه، لكن نظريا يعني حسب الام في في ام الموجود في دبليو بي اف او الاكزامارا، فنستطيع عمل كلاس دوباز تكون هي في ام ونعملها اريتاج، يعني نعمل الوراثه لهذه الكلاس في في ام الخاص بالصفحه. يعني عندي اندكس بوينت سي اس، هذا الاندكس بوينت سي اس اللي خاص بالصفحه سي اس ام ال يكون يعني نعمل له وراثه من صفحه اخرى تكون في ام اخر، وهكذا نستطيع يعني ربط هذا الكلاس دو باز مع عده صفحات. اوكي، لكن لابد ان تجرب لكي اؤكد لكم هذا، لم اجرب بعد. لانشاء صفحه هناك ماستر بيج، يعني صفحه ام الصفحه الرئيسيه اين توجد الراسيه اين يوجد المنيو، هناك ماستر بيج وهنا لي اوت تعمل هذا المفهوم. هذا كل شيء في درس هذا اليوم، إلى الدرس التطبيقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.